مرحبا، معكم خلود بحلقة جديدة من بودكاست منا وفينا، من الشباب للشباب. البودكاست نظريات بتساعدنا نكتشف أدوارنا وأثرها في المجتمع. نظرية الفراشة، عمركم سمعتوا عن نظرية اسمها نظرية الفراشة؟ حتى أنا ما كنت بعرف عنها لحد ما الربيع بلش والفراش انتشر، ووقفت واحدة من الفراشات عايدي وصفنت فيها وبحركتها، وبلشت أتساءل شو فائدتها الحشرة الصغيرة بالحياة؟ أوكي حلوة كشكل، بس شو دورها؟ النحل بيعطينا عسل، طيب الفراشة شو وظيفتها؟ وليه وقفت على إيدي بهاي اللحظة بالذات؟ هل هالشي عشوائي ولا بالكون ما في شي عشوائي وكله مدروس ومرتبط ببعض؟ دخلت جوجل وبلشت أبحث وتنقلت بين مقالات متعددة لحد ما لفتني موضوع كان تحت مسمى نظرية اسمها تأثير الفراشة، أو نظرية الفوضى كمسمى آخر. هون أنا بلشت أفهم إنه حتى وقوف هالفراشة بالذات عايدي بهديك اللحظة بالذات هو مش شي عبثي ولا عشوائي، لأنه بالنهاية أدى إلى أني أقرر أبحث وأعمل لكم حلقة بودكاست نظرية الفراشة. لهيك تعالوا نعرف أكثر عنها. النظرية بتحكي إنه بعض الأمور ممكن نشوفها مختلطة أو عشوائية أو حتى عبثية بالكون، مثل ما أنا شفت وقوف الفراشة عايدي شي بلا معنى، أو حتى إنه الفراشة كلها على بعضها ديكور بهالكون. بس هالأشياء بالواقع ومع كل فوضويتها ظاهرية هي منظمة وبتمشي حسب نسق محدد على عكس الشيء اللي بتبدو عليه. تبدأ قصة نظرية الفوضى أو تأثير الفراشة من معادلات إسحاق نيوتن يلي استنتجها عن حركة الكواكب ومداراتها بمجموعتنا الشمسية، حيث افترض نيوتن عند حله لمعادلاته التفاضلية لأول مرة شروط ابتدائية معينة للحل، وبالمحصلة حصل على مجموعة من الحلول والتوابع البيانية يلي بتصف حركة الكوكب ومداراته. طيب كيف بلشت النظرية من نيوتن؟ ما فهمنا. أوكي، لنفهم رح نرجع مع بعض لبدايات القرن العشرين، تحديدا سنة 1900، حيث أن عالم الرياضيات الفرنسي هنري بوانكاريه كان يقوم بدراسة حركة الكواكب ومداراتها، لكنه عن طريق الخطأ أضاف العنصر الكيميائي X. لا بمزح، هو بس وقتها ما استخدم نفس الشروط الابتدائية يلي استخدمها نيوتن قبله وهو بيدرس حركة الكواكب مثل ما حكينا، فقام بتغييرها بشكل بسيط جدا، يدوب أكم من عشر. بس النتيجة المفاجئة أنه توصل لنتائج مختلفة تماما عن نتائج نيوتن، وبعد عدة تغييرات في الشروط الابتدائية لحركة الكواكب وجد بوانكاري أنه كل تغيير بسيط سيعطي نتيجة جديدة لا يمكن التنبؤ بها. لهيك عادة ما تنسب ولادة نظرية الفوضى لهنري بوانكاري. طبعا تطورت النظرية بشكل كبير بعد هنري، لكنه لا يزال يعتبر المؤسس لهي النظرية أو مطلق شرارتها الأولى. خلينا نرجع للنحل كمثال يمكن ملاحظته على هاي النظرية. هسا أي حدا بيراقب حركات النحل ومساراتها رح ينحور رسميا، لأنه حركاتهم كثير عشوائية وواضح أنه ما في بينها أي ترابط. حركات مستقيمة فجأة بتصير ملتوية ودائرية، بعدين بتصير اهتزازية، ومرات بتكون سريعة فجأة بتصير بطيئة. يعني باختصار لأي شخص ممكن يراقب حركتهم للوهلة الأولى رح يصنفهم كحركات فوضوية ما بتتبع نسق أو نمط معين. بس بالواقع لا، أيوة لا، لأنه حركة كل نحلة على حدة هي حركة منظمة وتتبع نمط معين وشكل دقيق ومعقد. فالحركات يلي بتبدو عشوائية إلنا هي في الواقع تتبع مسارات غير خطية تتكرر وتتداخل بنسق معين غير متماثل، ولكنه منظم جدا كأنها بترجع لنقطة الجذب اللي انطلقت منها، مثل لما ترسم رمز اللانهاية الانفينيتي، ولتكمل الرسمة لازم تمر بالنقطة الأولى يلي بلشت اختلال خطير بالنظام البيئي. مجموعة أرانب دمرت النظام البيئي وقتها، لأنه الأرانب اتكاثرت بسرعة هائلة مما أحدث أضرار ضخمة بالحشائش والمراعي والمحاصيل الزراعية، وكل الوسائل اللي استخدموها وقتها في القضاء عليها بقت بالفشل للأسف. فكانت النتيجة سيئة للغاية، لدرجة أنه عدد الأرانب وقتها فاق عدد السكان، متخيل؟
ومناطق متسعة من المروج تدمرت وتحولت لبراري قاحلة، وأصاب المنطقة أضرار مادية هائلة. فهل كان من الممكن التنبؤ أو التوقع سلفاً بالدمار يلي ممكن تصنعه عدة أرانب في قارة كاملة؟ أظن صعب هالشي، بس لتعرف قديش شي بتشوفه صغير ممكن يسبب كارثة لقدام، ومنه رفرفة الفراشة. حيث أن لورنز وبعد ما خلص من دراسته لهالنظرية ولأنظمة الطقس طلع بجملته المشهورة: هل يمكن لحركة أجنحة فراشة في البرازيل أن تثير إعصار في ولاية تكساس؟ صح، ما حكت لكم عن لورنز. بعد الشيء اللي صار مع عالم الرياضيات هنري، وبعام 1963 أطلقت شرارة جديدة لهالنظرية على يد عالم الرياضيات والأرصاد إدوارد لورنز، يلي حاول يجمع المعادلات الرياضية لتنبؤ بالأحوال الجوية لفترة معينة، وقام بإدخال البيانات لأجهزة خاصة قام بتطويرها بنفسه. واستنادا إلى مقولة رفرف الجناح الفراشة في مكان ما قد تسبب إعصار في مكان آخر في الأرض بعد عدة سنين، لاحظ لورنز التفاوت واختلاف في النتائج، بس كرر التجربة مع إهماله لبعض المنازل العشرية البسيطة يلي ما بيتم احتسابها عادة. فوجد أن هاي الأعشار البسيطة تحدث فرق كبير عند تكرارها لمدة طويلة، مما جعله يطلق نظرية تأثير الفراشة. نظرية تأثير الفراشة هي نظرية فلسفية فيزيائية ورياضية، تعني أن أي حدث يحدث في الكون يكون ناتج عن مجموعة أحداث صغيرة لم يلاحظها أحد. وهون رح أذكر لكم بعض الأمثلة يلي بتعزز النظرية. خلونا نبلش بالحرب العالمية الأولى. هل تعلم أن الحرب العالمية الأولى يلي أحدثت الخراب والويلات في العالم بأكمله كانت ناتجة عن مقتل ولي عهد النمسا بوقتها؟ أنه ريلي يعني مين كان ممكن يتوقع أنه مقتل شخص واحد ممكن يسفر عنه مقتل 8.5 مليون شخص تقريباً؟ لكن اغتياله لولي عهد النمسا عمل هيك وأكثر، وكان الشرارة الأولى لهالحرب المدمرة، أو كان بمثابة تحريك جناح الفراشة. ننتقل سريعاً لتأثير السيجارة على حياة الإنسان. نقدر نعتبر أن السيجارة هي جناح الفراشة يلي ممكن أن تأثر بشكل فعلي على حياة الإنسان أو بشكل سريع مع مرور الوقت. وتكرار أثر الفراشة رح يحدث العديد من التغييرات على الجسم، بدءا من التأثير على عملية التنفس، بعدها التأثير على بعض هرمونات الجسم، تأثيرها على الأسنان، على الرئتين، أو التأثير على تكوين خلايا الدم في الجسم. بالتالي رح تأثر بشكل فعلي في صحة القلب، وبهيك بتكون السيجارة مؤثرة على القلب يلي بدوره بيأثر على الحياة. طيب شو رأيك نحكي عن شيء كتير صغير وبنعمله دايما وبيكون له تأثير بيخوف بس احنا مش منتبهي له؟ الكلمات. تأثير الكلمات على الآخرين كثير مفصلي. كثير مرات تصدر منا أقوال نعتبرها بسيطة وما إلها أي معنى، لكن الشخص التاني بيستقبلها وبيحللها وبيفهمها وبتترك فيه أثر إما إيجابي أو سلبي. إحنا حرفياً ما بنستوعب الأثر الفعلي لكلماتنا في حياة شخص معين. في كثير كلمات انحكوا بلحظة معينة لشخص وكانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، أو كانت كنقطة الماء التي فلقت الصخر، وعلى أساس الشخص المستقبل أنهى حياته أو قام بإيذاء نفسه أو الانعزال والدخول بحالة اكتئاب وغيرها كثير. بالمقابل الكلمة الطيبة مهما كانت صغيرة فهي بتعالج جروح كثيرة وبتترك أثر إيجابي، وممكن تصنع من مستقبلها شخصية عظيمة لأنه آمن بنفسه لما سمع حكي إيجابي أو إطراء منك حتى لو أنت مش منتبه له. شايف الفرق؟ أنت لما تقول لطفل مثلا أنه ذكي، هالشي رح يشكل حافز إله ليكون أفضل وليحاول إثبات كلامك، ومنه رح تغير مسار حياته للأفضل. والعكس صحيح في حال نعدته بكلمة غبي. وهالشي بيذكرني بالعالم توماس أديسون مخترع المصباح يلي كلنا بنعرفه ودرسنا عنه بالمدارس. من الصادم أنه هذا العالم الأمريكي المشهور لم يتعلم داخل المدارس إلا 3 أشهر فقط، وهاي المدة كانت كافية حتى يطرده مدير المدرسة. أما سبب طرده فكان يرجع لأنه توماس أديسون كان شارد الذهن بكثير من الأحيان وعنده نشاط زايد، عدا أنه كان كثير الأسئلة، وانفهمت كثرة الأسئلة تاعته على أنها غباء
وعلل هالسبب برسالة أرسلها مع توماس أديسون لوالدته. الحلو بالقصة إنه والدة أديسون بعد ما قرأت رسالة المدير ما أخبرت ابنها أديسون إنه هو غبي ولهيك انطرد من المدرسة. بالعكس هي بلشت تقرأ الرسالة وتحرفها لشيء إيجابي مثل ابنك ذكي جدا والمدرسة صغيرة على إمكانياته، وقررت إنها تدرسه بنفسها وقتها. وهالشي صنع شخص واثق بنفسه وبذكائه وطلع لنا توماس أديسون مخترع المصباح. وبهيك بتتضح صورة النظرية وأثر الأشياء الصغيرة، ومنها الكلمة يلي هي جناح الفراشة والإعصار. فلو نظرنا للطفل أديسون بعد عدة سنوات رح نشوفه قديه تغير مسار حياته وتحدد بناء على كلمات الأشخاص يلي حواليه. لهيك على الفرد انتقاء كلماته، فعل الخير والمعروف حتى لو كان صغير، لأنه رح يكون أثره عظيم على المجتمع. سلام.